أول شيء إدارات الدوائر في مؤسسات المحافظة ما ترجع لرئاسة النواب، مجلس النواب ترجع زعامة الحلبوسي ما خلت يا عزيزي، ما يصير ماكو مدير مركز، ماكو مدير دائرة، اللي يحكي على الحلبوسي بالفيسبوك يصبح منقول شنو، ما يعني انت وكأنه تتكلم ويا ناس جايين من الفضاء وتقدر تشتغل، لكن احنا ماضيين المتكلم مدير الشؤون القانونية في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات، انت يعني تتزوق الأمور دكتورنا الفهداوي، مدير الشؤون القانونية لخمس سنوات، سجلي أبيض ناصع طلعني من مكاني مرقيا بال21 ورجع افتر علي بشهر 7 وطلعني، لأن أنا مو من فريقه، فريق الفساد. أنت لا تحاول تجمل الأمور أمام الناس، أنت ابن الأنبار وأنا ابن الأنبار، أنا المتكلم طلعني لأن مو حرامي. تمام، خلي يكمل الرجل، خلي يكمل، خلي يكمل أستاذ عدنان، خلي يكمل الرجل، وجهة نظره محترمة ووجهة نظرك محترمة، خلي يكمل. مرتين طلعني من مكاني، وهو إذا يعني وإذا طلعك من مكانك يعني أسأل، طلعني لأن أنا مو من فريقه. منو اللي طلعك؟ منو طلع؟ لا تجملوا السلبيات أمام الناس، لا تجملونه. زين دكتور، دكتور عمر بالسجن، مدير التقاعد بالسجن، ابو المؤسسه بالسجن، منو عندك؟ كلهم بالسجن، منو جابه؟ انت ليش تجملون الامور؟ تمام، كمل دكتور عمر. ما يصير، ما يصير المتحدث من الجامعة. دكتور عدنان والله ما قاعد يصير هيك حوار، اكمل كملت الوقت راح، لأن قاعد من فريق الخنجر. تمام دكتور، وهاي الشوشرة موجودة.